صبري عبد العزيز لقب بالفنان الواثق من نفسه، حيث كانت تلك هي الثقة التي لازمته في الوسط الفني طوال مسيرته الفنية، وكان دائما ما يفضل إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء، فهي ملك له وحده وليس ملك للجمهور، ولذلك لا يوجد معلومات على المواقع الإلكترونية ولا تفاصيل عن حياته، فهو صاحب الابتسامة الصافية التي تجعل منه بطل شباك، ولكن نظرة عيناه الحادة تجعله شرير الشاشة بلا منازع، وبسبب موهبته المتميزة برع في أداء الأدوار المتنوعة مثل الرجل الأرستقراطي والطيب والشرير وزعيم العصابة، وخاصة تاجر المخدرات في فيلم أبو الذهب مع الراحل أحمد زكي. ورغم مشاركته في الكثير من الأعمال الفنية، لكنه للأسف لم يحصل على الشهرة والنجومية التي يستحقها. الفنان صبري عبد العزيز من مواليد 8 يونيو عام 1925، ويقال أنه ولد في منطقة لوران في محافظة الأسكندرية، ونشأ في أسرة أرستقراطية. التحق بكلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، ويقال أنه في عمر 23 تعرف على بعض الفدائيين وشارك معهم في إحدى العمليات وفقد ساقه في هذه الحادثة. كانت الصدفة وحدها هي التي فتحت طريقه لعالم السينما والتلفزيون، وذلك عندما اكتشفه المخرج محمد كريم عن طريق إحدى المسابقات في المجلات الفنية، ليبدأ الفنان عبد العزيز مسيرته الفنية عام 1951 من خلال فيلمي ظهور الإسلام وأسرار الناس، ثم ابتعد 6 سنوات عن التمثيل بدون سبب واضح حتى عاد عام 1957 ليشارك ب3 أفلام وهما بورسعيد وأنا وقلبي والمجد. انتقل بعد ذلك الفنان صبري عبد العزيز إلى الدراما عام 1965 من خلال مسلسل السجين الهارب مع محمود المليجي، وتوالت بعد ذلك أعمال الفنان صبري ليصل رصيده الفني إلى أكثر من 150 عمل فني، كان آخرهم مسلسل السرايا عام 1997 مع جميل راتب وجيهان نصر. تألق الفنان صبري عبد العزيز في عدة مسلسلات إذاعية مثل صلاح الدين الأيوبي، عازف الجيتار، جزيرة الحب، أمارة بنت سمارة، المضية، الخريف والحب، السر الرهيب، البيت الملعون، أحلام العصافير، عودة ريا وسكينة، عائلة مرزوق أفندي. وفي السينما شارك الفنان عبد العزيز في العديد من الأفلام، أهمها باب الحديد، قلب من ذهب، لو كنت رجلا، ثمن الحرية، العيب، هذا أحبه وهذا أريده، أفواه وأرانب، الحب قبل الخبز أحيانا، وضاع العمر يا ولدي، رحلة النسيان، أسياد وعبيد، وتمضي الأيام، حبيبي دائما، الرغبة، لا تدمرني معك، الورثة، زمن حاتم زهران، صراع الأحفاد، أبو زيد زمانه، أبو الذهب. وعلى خشبة المسرح شارك في النسر الأحمر، أنطونيو كليوباترا، بلاد برة، الحفلة، الأيدي الناعمة، القصة المزدوجة. تألق الفنان صبري عبد العزيز في عدة مسلسلات مثل عادات وتقاليد، المطاردة، ملك اليانصيب، الحواجز الزجاجية، نجم الموسم، أحلام الفتى الطائر، أبناء الأعزاء شكرا، محمد رسول الله، نهاية العالم ليست غدا، برج الأكابر. رحل الفنان صبري عبد العزيز عن عالمنا في يوم 2 يناير من عام 2003 عن عمر ناهز 78 عام، بعد رحلة فنية طويلة ومسيرة فنية مثمرة ومتألقة تخطت 46 عام. ويقال أن الفنان عبد العزيز قبل وفاته بسنوات قد شاهد في المنام جنازته بالتفاصيل والمكان الذي سيدفن فيه، ويقال أيضا اليوم بالتحديد، وهذا ما حدث بعد ذلك بالضبط بكافة التفاصيل.